كيلومترات شاهدنا 10 أشواط انتهت، حملت بداخلها وبطياتها أسماء سجلت حروفها من ذهب في هذا العالم الساحر. خاضت اليوم أيضا تجربة جديدة في هذا السن وفي هذه المسافة، مسافة 6 كيلومترات. أيها الإخوة المتابعون، ينطلق شوطنا 11 الخاص بالزمول المحليات الأصايل، حيث تنطلق هذه الشعارات مبحرة منطلقة وباحثة عن الناموس في هذا المهرجان الكبير. سيارة للفائز بالمركز الأول، جوائز نقدية قيمة حتى المركز العاشر. أبدأ مع المركز الأول في هذا التقدم وصدارة هذا الشوط، هملول اللي يحتل المركز الأول حاملا لشعار عبد الله بن راشد الغفلي على المركز الأول، وشاهين يتواجد بالمركز الثاني. هذا شعار بن حلفان ينطلق، سعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري مع ثاني المراكز، وثالثها يتواجد سراب السعيدي بن سرور بن سعيد الاكتبي ينطلق شعاره على المركز الثالث. رابع المراكز انطلاق صوغان على المركز الرابع، أحد ضيوفنا من دولة قطر راشد بن صقر المريخي مع المركز الرابع. المركز الخامس المنطلق الحاصل سعيد بن محمد بن حمد بن طفلة المري، أيضا أحد ضيوفنا من دولة قطر من ميدان الشحانية. المركز السادس، نشوف المركز السادس وهذا التقدم من شاهين للسيد محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري على المركز السادس. المركز السابع، انطلاق المركز السابع القاضي وهذا الشعار الشاعر ينطلق على المركز السابع، أحد ضيوفنا من دولة قطر وهذا الشعار بخيت بن سالم بالخزينة المري مع المركز السابع. والمركز الثامن شاهين سهيل بن حمد بن محمد بن الأسود العامري، والمركز التاسع حاملا للرقم 1 هملول أحمد بن قنون بن سعيد بن حمد الفلاسي. وأختم النداء عند شاهين لخلفان بن محمد بن خلفان الغفلي. أيها الإخوة المتابعون، هذه أسماؤنا 10 كاملة مكملة على حضراتكم مع هذه الأصايل اللي تنطلق في هذا الشوط، الأصايل السبق الزمول المعروفة التي وصلت إلى هذا السن من واقع تاريخ مشرف يحمل مع هذه الشعارات الكبيرة أيضا المعروفة المشاركة والمنطلقة والمندفعة في المرموم 2015. يا سلام، مسافة التفح و6 كيلومترات وأشواط السرعة مع هذه الكبار العمالقة من خلال المشاركات السابقة. بن حلفان يتقدم وينطلق بالمركز الأول، شاهدوه على الكادر الفوقاني لكل المتابعين في الخليج في العالم أيضا من يتابعون المرموم. هذا هو شعار بن حلفان ينطلق وشاهين يتصدر وينطلق في المركز الأول، أحد الضيوف من دولة قطر المشارك وهذا شاهين صاحب سجلات حافلة ينطلق بالمركز الأول وفي الصدارة مع مقدمة الشوط سعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري. المركز الثاني، شوفوا الانطلاق مع ثاني المراكز، هذا الشعار عبد الله بن راشد الغفلي مع هملول اللي يحتل المركز الثاني وينطلق مع دائرة الانطلاق وهذا المنعطف ما قبل الأخير عن خط النهاية. تقدم الشعار الشاعر، شعار الشاعر ينطلق على المركز الثاني ويندفع القاضي بخيت بن سالم بالخزينة المري مع المركز الثاني. أيضا أحد الأسماء الكبيرة والمرشحة والقوية صاحبة السجلات الحافلة اللي شاركت مع هذا الشعار ومع القاضي. يا سلام، المركز الثالث ينطلق اسم جديد وهذا هو هملول والشعار بثم، أيضا أحد الأسماء الكبيرة هذا هو الشعار بثم حمد بن سالم بثم العامري مع هملول اللي ينطلق بالمركز الثالث. المركز الرابع ينطلق شاهين لسهيل بن حمد بن محمد بالأسود العامري. والمركز الخامس، المركز الخامس شاهين خلفان بن محمد بن خلفان الغفلي بن ذيع المراكز العشرة. مرة أخرى المركز السادس
شوف المركز السادس هذا هملول لأحمد من قنوب بن سعيد الفلاسي. والمركز السابع يتقدم وينطلق فيه هنا على المركز السابع في هذا التقدم المثير وهذا الاسم الخطير مياس أحمد بن عبيد بالعرطي الحميري. وديروا بالكم ديروا بالكم من مياس اللي يحمل مادة الزعفران على رأسه. المركز السابع المركز السابع هنا يتأخر قليلا هملول بشعار حمد بن سالم مثم العامري. المركز الثامن سمحون أحمد بن مبارك بن محمد بن زيتون المهيري. والمركز التاسع يتقدم وينطلق فيه هذا هو سراب حمد بن سالم بن سعيد العفاري. وأختم النداء مع هذا التقدم وهذا الانطلاق أعتقد شعار لا تغيب عنه الشمس هذا هو المنطلق. نعم البخيت بن جابر بن مسلم الجنيبي مع السنافي على المركز العاشر ولكن عودة مع الطريق المستقيم إلى خط النهاية عودة مع 1400 متر. لا زالت الأمور عن شعار بن حلفان اللي يتصدر يطمح في تحقيق نقطة ذهبية اليوم. سيارة بالانتظار يا بن حلفان ركز شوي يبغي له تركيز الناموس في هذا في هذا الموقف عند لوحة الإعلان. لوحة الإعلان هذه أمامنا وعبرنا من أمامها لوحة الكيلو والميتين الألف وميتين كما يقول الإخوان. هذه لوحة الألف وميتين وهذا شاهين سعيد بن علي بن سعيد البريس المري مع المركز الأول ينطلق بكل ثقة بكل ثقة سائرا ومنطلقا في هذا الصباح. يا سلام شوفوا المنظر الجميل اللي يقدم عبر عدسات قنوات دبي ريسنج اللاقطة لهذا السباق وأيضا المشاركة كمشاركة حصرية في نقل هذا المهرجان الكبير المرموم 2015. المركز الثاني شعار بالعرطي ينطلق على المركز الثاني يندفع في هذا التقدم في هذا التقدم على المركز الثاني وهذا هو هذا هو مياس أحمد بن عبيد بالعرط الحميري. وثالثا يحتله السنافي على المركز الثالث. والمركز الرابع ينطلق فيه من يحمل الرقم 4 سمحون بشعار بن زيتون ولكن عودة إلى المركز الأول إلى المركز الأول إلى المركز الأول. المركز الأول شعار بن حلفان ينطلق ينطلق والعصاب الأبطال حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة عصاب الأبطال حاملا لشعار بن حلفان يهدي السلامة في هذا التقدم وفي هذا الصباح إلى الشحانية. ينطلق في المركز الأول مع الصدارة شاهين شاهين سعيد بن علي بن سعيد آل بريس المري مع المركز الأول شعار بن حلفان ينطلق ويفوز مع هذا مع هذا الصباح في هذا الشوط الحادي عشر مع الزمول المحليات الأصايل. تهانينا تهانينا والناموس لمالك شاهين من انطلق وفاز معنا في هذا الصباح مع مهرجان المرموم 2015 حيث حقق الناموس في هذا اليوم مع أشواط السرعة. تهانينا والناموس لمالك شاهين مالك شاهين سعيد بن علي بن سعيد آل بريس المري. تهانينا لأشقائنا في دولة قطر على فوز شاهين المركز الأول. المركز الثاني مياس أحمد بن عبيد بالعرض الحميري. المركز الثالث معجب لي حميد بن راشد بالعبد المنصوري. المركز الرابع المركز الرابع سمحون لي أحمد بن مبارك بن محمد بن زيتون المهيري. المركز الخامس يحتل ويصل فيه السنافي للبخيت بن جابر بن مسلم الجنيبي. أيها الأخوة المتابعون لحظات الناموس التي حققت وسجلت ودونت في هذا الشوط باسم شعار وبشعار بن حلفان. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لحظة وصول شاهين 9:44 8 أجزاء من الثانية توقيتا سجل مع شاهين صاحب المركز الأول الحاصل على السيارة في هذا الشوط سعيد بن علي بن سعيد آل بريس المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني 9:48 7 أجزاء من الثانية هذا هو مياس لأحمد بن عبيد بالعرط الحميري حقق المركز الثاني في هذا الشوط. تهانينا بالعرطي. المركز الثالث معجب وصل بالمركز الثالث. توقيتها الزمني 9:50 جزئين من الثانية معجب ملكيته للسيد
حميد بن راشد بن عبد المنصوري، تهانينا والناموس لكل الفائزين.